وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ صالح وتقول: إذا جاء زوج أختي وأختي من السفر وجاءوا للإقامة عندنا والبيت ضيق وأنا ألبس الخمار وأريد أن أخذ حريتي في البيت وهو ليس له أحد يزوره أو يبقى عنده إلا نحن وبالمختصر لا يخرج من البيت، فماذا أفعل؟ هل أكشف له وجهي فقط أم لا؟ ولو كانت صدفة وشاهدني بالصدفة هل أحاسب أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هو أجنبي منك فعليك بالاحتجاب منه والحرص على ذلك وعدم تعمد كشف الوجه عنده. أما لو حصل شيء بغير اختيارك وناوى حصل أن نظر إلى شيء منك أو إلى وجهك مكشوفا من غير قصد فلا إثم عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهو أيضا ليس عليه إثم إذا لم يتعمد، إذا كان نظرا فجأة لا يؤاخذ عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: إنما لك الأولى وليست لك الثانية، يعني النظرة الأولى التي حصلت من غير قصد هذه لك بمعنى أنها معفون عنها، وأما الثانية المتعمدة فإنها لا تجوز. نعم.